يلا يلا انطلقنا انطلقنا ومبسوط يشهد رب العباد. الله يحفظكم. لازم تعرف اني انا ومتابعيني واهلي واقاربي وكل من هو على هذه البشريه يحبونك ويذكرونك بالخير. كل البشريه. واللي يقول هذا الكلام يجيب لي انا. والله اني سعيد. طيب متابعيك 6 مليون يكفي. بس ليش دخلت البشريه؟ عندهم عوائل كل. الله يحفظكم. نورتني والله. احمد ما شاء الله عليه جريء في الكلام مع اي احد. انا يوتيوبر اسمي احمد. ما شاء الله وصلنا 934 سبسكرايب. اللهم لك الحمد. جيمنج والعاب. عسى الله يبارك فيهم ويبارك فيك. ويحبونك يذبحوني. الله يحفظك. قلت لهم قبل شهر بصور مع الشيخ عثمان في البثوث المباشره في اليوتيوب في التعليقات. وين الشيخ عثمان؟ انت وعدتنا، انت قلت، انت فيك اللي ما فيك، وينه؟ نبيه. فهذا هو قدامكم. الله يحفظك. وجه لهم كلمه ونبغى دعوه. ابدا اقول له الله يحفظكم ويبارك فيكم وينفع بكم. اللهم امين. وان شاء الله تعالى على ذكر ابني احمد. الله يعطيك العافيه. الله يحفظه. ان سمح الشيخ ذا سنه او اقل، فلذلك انصحكم ب وين زمان كنا نبغى 10000 سبسكرايب. زمان خلاص يمكن شدين حيلنا. عن بر والديكم وعن صلاه ربكم سبحانه وتعالى. واسال الله لكم التوفيق في دنياكم وفي اخراكم. ونجمعني وإياكم مع أحمد. اللهم أمين. اللهم صورنا زيد ذات الدعيم بإذن الله. بإذن الله. اللهم أمين. أنا عندي حاجة يعني سببت لي شوي مو بواضح. أنا ما فاهمها الصراحة. الآن إحنا مطالبين برفع الجودة من ناحية المقاطع اللي ننزلها للناس عشان نوصل لعدد أكبر من الاشتراكات والمشاهدات ونقدر نأثر على الناس بشكل محتوانا. يعلم الله ان النيه فيه دائما طيبه وان نحاول قدر المستطاع نفيد وننصح ونكون يعني قدوه حسنه للجيل القادم. هذا نحرص عليه. ابغى اسولف لك بعي. ابغى في فتاوي كثير. انا يا شيخ في حاجه مخوفتني. الناس اللي جالسه تطالعنا هذول انا اشوفهم منهم سلاح ذو حدين. يا انهم بيكونون معاي يوم اقابل رب العباد، يا انهم بيكونون ضدي. فيا اني بيكونون شاهدين لي بالخير او بيكونون شاهدين علي. فابغى من مكانك الان توجه رساله. وش بتقول لأي شخص مؤثر أو صانع محتوى في المجال عند ناس الطالعة وتقتدي بالأفعال اللي هو يسويها؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد. ابتداء الأصل في المسلم أن يحسن الظن بأهله. الله يعزرك. جميل. عندي اجتماع لا تبدأ نصبروا لي. الله يعزك. شكرا لك على $5. خلص اجتماعك وتعال. المقاطع اللي بعدها. تظن أن بكلمة خرجت من أخيك إلا خيرا. حلو. وأنت تجد لها في الخير محملة. يسر. فأهم شيء أن نيتك طيبة وأنك تريد لهم الخير. هذا أهم شيء. قضية انتفعوا لم ينتفعوا، تضرروا لم يتضرروا، هذا موضوع آخر. المهم أن نيتك طيبة وسلكت طريقا طيبا وقلت كلاما طيبا، ففي النهاية الأصل أنه لك إن شاء الله تعالى. بإذن الله تعالى. الحمد لله. طيب الحمد لله. هل في حاجة لازم تلبحي؟ الله يعزك. هل في شيء لازم مني يعني المسؤولية هذه اللي علي أو صانع المحتوى نفسه أو المؤثر، هل في ضوابط لازم أنه يلتزم فيها ما يتعداها؟ أشياء الآن هي بتكون عليه مركزة أكثر لأن تأثيرها أكثر صار. طبعا هو الأصل لا يكون المقصد عند الإنسان أن يكون لي كثرة من المتابعين. وإنما يكون المقصد هو أن أؤثر وأن أؤثر بالخير. أوكي. وأن أنفع الناس. وأن يستفيد الناس مني. هذا هو الأصل. النية الصالحة لله تبارك وتعالى. الأمر الثاني إرضاء الناس غاية لا تدرك. دلبحي والله أنك بتقعد تزعجنا. أنا داري أنك بتقعد كل شوي تعطي واحد قفت ون قفت ون قفت ون قفت ون قفت. يا أنك تحط قفت كبير كذا يستاهل أن ننزعج ونوقف ونقاطع المقطع، يا أنك أهجد لين خلص المقطع. ورع. يرضى عنك الجميع. أكيد. مستحيل أكيد. أن يرضى عنك الجميع. هناك من يرضى هناك من لا يرضى. المهم أن ترضى أنت عن نفسك وأن ترضي الله سبحانه وتعالى. ودع البقية بعد ذلك. توكل على الله. أنا ودي يا أحمد أتكلم معاك صراحة وأستغل هذا الوقت الحالي. قرر أني يزعج. لا يلا وإلا يسوي قروشة. ما يقدر إلا يسوي. لازم يسوي قرش. شكرا لك يا دلبي. الله يعزك. مسكت الله شخص. الله يسعدك يا دلبي. يعوض عليك. قول أمين يا أخي. بإني يعني أتوقع المشاكل اللي تواجهني أنا ممكن تواجه الناس الكثار اللي حولي. في أشياء أنا في طبيعتي حتى بعيدا عن السوشيال ميديا أضايقني. فأنا بسألك سؤال والله أنا ما أدري صراحة إجابته. في حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام فيما في معناه أنه في نهاية الزمان القابض على الدين كالقابض على الجمر.
هل هذا الحديث صحيح؟ صحيح. طيب هل احنا الان في نهايه الزمان؟ لا لا، هو لا شك ان هذا كما اخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، وسياتي هذا الزمان ان القابض على دينه كالقابض على الجمر، لكنه لم ياتي بعد، والحمد لله الامه فيها خير عظيم جدا، وما زال الناس يتقبلون، وكان راه الشر، لكن الشر بارز فقط، لكن الخير كثير. هل هو صحيح ان في نهايه الزمان المسلمين يختفون عن وجه الارض؟ طبعا، عندما تاتي الريح الطيبه من اليمن تقبض أرواح المؤمنين فيموتون موتة طيبة ناعمة، ولا يبقى في الأرض إلا كافر. لا إله إلا الله. ويلد الكافر كافر، والكافر يلد كافرا. لا تقوم الساعة وعلى أرض من يقول الله، لا تقوم الساعة إلا على لكع ابن لكع ابن لكع. وش هو اللكع يا شيخ؟ اللكع قال بعضهم مقصود به الكافر، وما غضب عن اللكع هو الإنسان الفاجر. فالقصد أنه يعني سيأتي يوم نعم، ولا يقال على الأرض الله، يعني لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. عليه السلام. الحمد لله ارتحنا شوي. طيب في بعض المواقع الآن في السوشيال ميديا، وممكن إحنا نكون على اطلاع أكثر فيها، في بادرة قاعدة تصير من الناس وهي تخوف، يعني مهي بادرة طيبة الصراحة. الآن بعض الناس المؤثرة واللي ممكن مهي حاسب حساب الشيء هذا أو مهي فاهمة قديش تأثيرها ممكن يكون على الناس اللي تطالعها، تفعل الشيء وهو في أساسه وأصله غير صحيح. نعم. والأمثلة كثيرة، ممكن وهو يتكلم أو طالع بث معين في برنامج من البرامج يقول كلمة أو يسب سبة أو حتى يسوي عادة من العادات اللي ميهي بصحيحة وخاطئة. مثال أني أنا مثلا في البث هذا أطلع مع عنصر ثاني أو جنس ثاني، مثلا الولد يطلع مع البنت، البنت يطلع مع الولد، الناس اللي تطالعها بشكل مستمر تستبسط الشيء وتشوفه عادي، لدرجة أنها بدأت تبرمج مخها على أنه هذا الشيء طبيعي عادي ما في مشكلة. ومع الوقت الناس صارت بعد تطلع مع بعض وتصور. فالآن عندنا أمرين في الموضوع هذا، عندنا المؤثر نفسه والمشاهد نفسه. خلينا نبدأ في المشاهد. الشخص اللي يشاهد نفس هذه الأشياء وهو يعني تمر عليه بيومه بشكل كبير، إيش ممكن يفعل؟ أني أطالع حاجة غلط، إيش الشيء اللي ممكن أبادر مني؟ هل أبلغ، أتكلم، أنتقد، أسكت، أدع الشيء؟ إيش الشيء الصحيح اللي ممكن أسويه؟ هو في شيء في جانبك وفي في الجانب الآخر، يعني في جانبك أنت تتقي الله تبارك وتعالى وتتذكر قول الله تبارك وتعالى قل لمن يغض من أبصارهم وقل لمن يغضض من أبصارهن، فغض البصر هذا أمر مطلوب. الأمر الثاني أنك يعني تسأل الله دائما أن يحفظك سبحانه وتعالى من الوقوع في المعصية وغيرها. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، أمانا من الرياء، وإسنتنا من الكذب، وفروجنا من الزنا، وعنا من الخيانة. فأن تدعو الله تبارك وتعالى أن يثبتك. الأمر الثالث تناصح الناس، اتقوا الله، هذا لا يجوز، هذا كذا هذا كذا. هذه الأمة أمة يعني أمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كنتم صحيح. خير أمة أخرجت للناس، وحتى أنتم ركزوا، مفيد المقطع، الناس تميزت بهذه القضية وهي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إذا ترك هذا الأمر ضاعت الأمة، ولذلك يجب أن يبقى في الأمة قلب نابض يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وهذا دورنا. طيب يعني الناس الأفضل في الوضع هذا إذا صار إنها تحاول تبدأ تعلق، يعني قصدك يا شيخ تقول اتركوا الشيء، ابعدوا عنه. نعم، لا بد أن تنكر، تشوف شيء غلط تقول هذا غلط، أنكره، إيه تقول هذا غلط وتناصح الناس، هذا لا، اتقوا الله، هذا لا يجوز، افعلوا كذا، لا تفعلوا. طيب كذا تناصح. في ناس مثلا تستحي، يعني يكون أنا معي جروب مجموعة من الشباب، اني اطلع من بينهم اقول لا تسوون الشيء هذا، والله ما يصير، الناس تقلب عليه او تقول له كلام، هذا ايش وضعه يا اصحاب؟ انت الان بين قضيتين، ترضي الله او ترضي الناس. يا سلام. عائشه رضي الله عنها ارسلت الى معاويه رضي الله عنه، قالت في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، من اسخط الناس برضا الله رضي الله عنه وارضى الناس عنه، ومن ارضى الناس بسخط الله سخط الله عليه واسخط الناس عليه. يا الله. فلا بد ان نقدم رضا الله تبارك وتعالى رضا الناس. الناس ما راح يرضون عنك صح ابدا، والقلوب بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبها كيف شاء. فاذا حرصنا على ارضاء الناس ولو اغضبنا الله سيغضب الناس علينا، فلذلك لا نهتم بهذه القضيه كثيرا، وهي ماذا سيقول الناس؟ فليقولوا ما يقولون. يقولون. نعم. أكون متمسك على الصح والمبدأ. إن عجزت، استحييت، جبنت كذا، أخرج. لا تبقى. أسحب نفسي من وكذا. نعم. وقد نزل عليكم في الكتاب أن يعني إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزئ فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غير، إنكم إذا مثلهم. نعم. ما يصلح هذا. حلو. يا سلام يا سلام. في وقتنا الحالي يا شيخ، كيف يكون الشخص أو الإنسان مع كل المغريات والمفاتن في هذا الزمان متمسك في دينه؟ الله، والله سؤال حلو. ولا شك إن والله سؤال حلو، كثرة الفتن كلما ضعف الإنسان، لكن أيضا هنا المسلم عليه أن يحارب، يقاوم،
ما يستسلم لهذا الأمر. ففي هذا الزمان كثرت فيه الفتن أيضا، يعني كثر فيه العلم الحمد لله والناس تنورت، فأولا يبحث عن الصحبة الصالحة، دائما يلجأ إلى الله تبارك وتعالى، يتقرب إليه، يزكي نفسه بقدر ما يستطيع بحيث أنه ما تؤثر في هذه الفتن، يبتعد عنها، لا يقترب من كالرعية راح حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، يبتعد، يشغل نفسه بالخير، فإن النفس إن لم تشغلها بالخير شغلتك بالشر كما قال الشافعي رحمه تعالى. فهذه الأمور إذا حرص عليها الإنسان فإنه بحول الله تبارك وتعالى سيتجنب هذه الفتن، إن لم يتجنبها كلها يتجنب أكثرها. يعني صحيح جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني خطير جدا، لكن الحمد لله فيه ضعف، يقول إنه يأتي على الناس زمان من لم يأكل الربا يصيبه أباره. تساهل الناس الآن في قضايا البيوع وقضايا الربا، الناس كلها تريد أن تكون يعني ذات مال وكذا وهذا، فتساهل الناس في هذا فأصابهم الربا وأصابهم غباره. فالإنسان يتحرز قدر ما يستطيع والباقي على الله سبحانه وتعالى. هل ممكن يا شيخ أنه يكون هناك سيئة جارية نفس ما في حسنة جارية بعد الموت؟ ممكن، يعني من سن سنة سيئة فعليه وزرها وزر من عمل بها. أنا ليش ربطت إلى يوم القيامة لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا. أنا ربطت الموضوع هذا وأنا والله خائف الصدق. نعم. خايف ان المقاطع والاشياء اللي سبق واني نزلتها في الماضي ممكن يكون فيها لعنه لا سمح الله، ولا يعني عاده سيئه كذا صارت. انا ما اذكر. من تاب تاب الله عليه. الحمد لله. طيب اللي يتوب ويغلط يتوب ويغلط يتوب ويغلط ايش يصير معه؟ اذا تاب يغفر الله له على كل توبه. على كل توبه اللهم لك الحمد. اهم شيء يكون صادقا مع الله فالله يتوب عليه. طيب هل في دعاء معين بعد التوبه؟ هل في ابدا تسال الله الثبات وتكون صادقا في توبتك. اهم شيء النيه. إيه الحمد لله. طيب شيخ عثمان ابيك توجه رساله الى كل شخص مؤثر يطالعك، ايش تقول له المسؤول هذا؟ والله انا اقول يعني كل انسان مؤثر وله اتباع او له محبون او كذا، اتق الله سبحانه وتعالى في محبيك وفي متابعيك، وانك يعني اثر فيهم بالخير طالما انه لك قبول عندهم. فضروري جدا انك يعني تسعى في ايصال الخير لهم، ولا يكون العكس وهو ايصال الشر لهم. كيف يوصل الشر؟ طيب يوصل الشر مثل ما تفضلت قبل قليل، يعني عن طريق بعض البرامج السيئة، عن طريق السماح بالأخطاء أو كذا. فالأصل أن يتقي الله تبارك في متابعيه وأن يناصحهم وأن يذكرهم بالله تبارك وتعالى. ليس بالضرورة يسوي لهم دروس، بس المهم يبقى في المباح، لا يتجاوز المباح إلى المكروه فضلا عن الحرام، فيتقي الله في متابعيه، وحتى يشهدوا له بدل يشهدوا عليه كما قلت في البداية. إن شاء الله أنهم الله يجعلكم شاهدين لنا لا علينا يا أخوان. كيف قولوا أمين. عطني عادة يا شيخ من اللحظة هذه، من بعد المقطع هذا في كل مقطع أسويها، مثال الصلاة على النبي، شيء مثلا الصلاة على النبي، مثلا ذكر كل يوم تعطيهم ذكر، إيه أو كل ما دخلت تعطيهم ذكر، والأذكار كثيرة جدا لله الحمد والمنة، حديث أو ذكر أو دعاء. حديث أو ذكر أو دعاء طيب تبدأ بها حلقتك. إيه؟ ممتاز جدا. هذا أهم موضوع ممكن أني أبا أفتحه ولا ممكن أبدأ فيه. سم. موضوع يعني أحاول قدر المستطاع أني أثر فيه الصراحة. سم. ألا هو موضوع الصلاة. نعم. في ناس قريت يا جماعة، أنا غردت هذه طالعة أمامكم في تويتر وقلت فيها يا أخوان أنا بكون بإذن الله مع الشيخ عثمان الخميس، إيش تبون نتكلم عنه؟ حيا مجد الغدر في الليل دوات من الناس، عطنا خبر على الأقل. حيو حيو فجر حيو حيو مشهد الغدرة آخر الليل دوامات يا رجل. وش تدومون آخر الليل؟ جن انتو. ميلا والكمباك أفضل استريمر، الله يبقيك يطول بعمرك، شكرا لك على $5. أنا مشكلتي مع الصلاة، يا أما خشوع يا أما تكسير، يا أما أني مثلا أصلي صلاة واحدة أو أصلي صلوات اليوم وأسبوع أقطع، كيف ألتزم؟ كيف وأنا أصلي الخشوع يكون ثابت عندي طول الوقت؟ سؤال حلو والله، سؤال جميل. هو أولا يتذكر كل واحد منا أنه في كل يوم يموت. نحن إذا جئنا إلى فرشنا نقول بسمك اللهم أموت وأحيا، وإذا استيقظنا من نومنا نقول الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا. فليتصور كل واحد منا أنه إذا مات، أي إذا نام لم يستيقظ، كيف يلقى الله تبارك وتعالى؟ لا أقول قريبا منها ولا شيء، لكن فيما لو واحد عنده اختبار، هل يذهب هكذا غير مستعد، لا يدرس لا شيء، ثم يدخل له يلا عندكم اختبار، حتى ما يدهم اختبار بأي مادة، هل يقبل هذا؟ ما يقبل هذا. كذلك الأمر هنا،
أو يسافر بدون أن يستعد، لا ينظر في السيارة فيها وقود، غير الزيت، استعد للسفر، شاف الكفرات واير كذا، هل استعد؟ لم يستعد. ما في أحد يفعل هذا الأمر إلا واحد، يعني خلينا نقول معتوها سوق أمة، واحد سوق أمة، لكن إنسان عاقل يستعد لما أمامه. هذا أمامنا حياة حقيقية، حياة الآخرة، كيف لا نستعد لها؟ فيهتم الإنسان بهذه القضية، وهي قضية الاستعداد لليوم الآخر، أنه سيلاقي الله تبارك وتعالى. أن الحياة الدنيا ولا شيء بالنسبة للآخرة. الله تبارك وتعالى يقول وإن الآخرة لهي الحيوان، وإن الدار الآخرة هي الحيوان، هي الحياة الحقيقية. هذه ليست حياة حقيقية، هذه حياة زائلة. فيستعد الإنسان للحياة الحقيقية فعلا الأبدية في الآخرة. هل القبر فيها حياة شيخ؟ والقبر فيه حياة، حياة برزخ تسمى، حياة البرزخ، حياة القبر، وهي أيضا مدة طويلة جدا مقارنة بهذه الدنيا. أقصر شيء وأحقر شيء هي الحياة الدنيا، ولا شيء أبدا، مهما طالت. حتى الحياة منغصة، مرض كبر، مرض زعل، فقر، يعني حياة منغصة، مشاكلها كثير، مشاكلها كثيرة. وإذا الإنسان العاقل هو الذي يبحث عن الأفضل، والأفضل هي حياة الآخرة، إذا كان طبعا مسلما تقيا. ثم كذلك بالنسبة للصلاة، يكون له أصدقاء يذكرونه، والصاحب منطقي صحيح، طيب، والمرء على دين خليله، فيكون هناك يعني مجموعة يتواعدون للصلاة، نذهب إلى المسجد، نلتقي في المسجد، صحبة مهمة. يكون له مثلا يحفظ في المسجد خمس آيات، يحضر درسا، يأمر أهله مثلا، يطلب منهم أن يوقظه إلى الصلاة، يذكرونه بالصلاة وكذا، حتى يكون قريبا من الله تبارك وتعالى، حتى يوفقه الله في هذه الدنيا. في النهاية التوفيق بيد الله سبحانه وتعالى. فالإنسان كلما قرب من الله أسعده الله في الدنيا والآخرة. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. العكس تماما. فأنا أنصح أبنائي حقيقة أن يهتموا بموضوع الصلاة خاصة. وأما الخشوع في الصلاة فمن أهم الأسباب التي يعني أذكرها الآن، هو أن تأتي إلى الصلاة مبكرا، لا تخرج من اللعبة إلى الصلاة مباشرة، من موضوع إلى الصلاة مباشرة، لأنه ما زال الموضوع مو بصافي. ما زال. لكن لو الإنسان يذهب مبكرا، يصلي ركعتين، يقرأ له صفحتين من القرآن، يبدأ الذهن مهيئا للدخول إلى مناجاة الله تبارك وتعالى. هل في طرق أو أسباب تقدر تساعدني؟ يعني أنا أول بتكلم أنا عني يا أحمد، أنا أول يا جماعة وأنت صحيح لي يا شيخ، كانت عندي مشكلة في الخشوع، أكبر ويروح ذهني عالم ثاني، ولكن في أشياء سويتها غيرت. أبعطي مثال عليها وممكن أنت تكون أعلم مني فيها. أحد الأمثلة عليها أني صرت أنوع بقراءة السور، صرت أقرأ صور جديدة، أحفظ آيات وأقرأ صور جديدة، بحيث أن مخي يكون مركز في الآية الجاية إيش، وأبدأ أحاول أني ما أغلط فيها. الوضوء، أخشع في الوضوء في البداية، وأكون متجهز نفسياً للصلاة. في بعض ممكن أساليب ثانية، هل في أشياء ممكن برضو تساعد في موضوع الخشوع في الصلاة؟ إيه طبعاً، يعني تفهم الآيات التي تقرأها، تدبر صح، إنك تقرأ آيات تعرف معناها، يعني أو إذا كنت ما تعرف تتعرف حي مزمار حي معاني هذه الآيات. كما قلت التبكير إلى الصلاة، حضور صلاة الجماعة، لا يصلي منفرداً، يصلي جماعة، هذه أيضاً تعين. جميل. استشعر الأجر، كم سأخذ من الأجر فيما لو خشعت في صلاتي، وكم سيذهب علي من الأجر فيما لو لم أخشع في صلاتي. كذلك يتذكر كيف كان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قدوتي وأسوتي، وأنا أريد أن أتمثل صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. يقرأ صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، كتاب الألباني جميل جدا، صلاة النبي كما تراها. كذلك قضية الصلاة نفسها، الإنسان يدعو الله تبارك وتعالى في أثناء الصلاة، أن الله سبحانه وتعالى يعني يهديه ويوفقه، يثبته، يجعله خاشعا في صلاته، يستشعر الأذكار التي يقولها في أثناء الصلاة. هي أسباب كثيرة جدا التي تعين الإنسان على خشوعه. أنا دائما أحرص أني أقول دائما في ركوعي سبحان ذي الجبروت وملكوت والكبرياء والعظمة، عادي عشان يتذكر هيبة الله. عادي أقول الكلام هذا، ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، الشعور بالخوف، كلمات قوية، سبحان ذي الجبروت وملكوت والكبرياء والعظمة، سبحان الله تهزني.
فلذلك يعني يستشعر هذه الأشياء التي يقولها في جميل الصلاة. جميل جميل. فلعلها إن شاء الله تؤثر. تقدر تعيد لنا وش اللي ينقال بالركوع؟ سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، سبحان ربي العظيم، سبوح قدوس رب الملك والروح. هذه برضو في السجود. نعم في الركوع، كله في الركوع. والسجود أقدر أقول نفسها؟ سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك، سبحانك اللهم وبحمدك، طيب إيه؟ اللهم اغفر لي، الأدعية السجود، ربي اغفر لي، ربي ارحمني، ربي اغفر لي والدي، ربي وفقني في دنياي جميل. في آخرتي. دعوا لي، دعوا لي، لا تنسوني إذا سجدتوا. اللهم سألكم خير ما سألك ابن عبد الفنبي. بس تدعي نفسك، لنفسك تصير غني يعني فلما تنسى ادعي لي، ادعي معي. نعم دقيقة، حقين اليوتيوب إعلان، إعلان منسجمين مرة، حقين التويتش أكثر منكم منسجمين، ما أنتم عاجبين حقين اليوتيوب اليوم في تركيزكم ماشي. الناس، الناس اللي جاكم اعلان، تعالوا تعالوا، سمعتني ايش قلت؟ المره الجايه اذا سجدت ادعي لي معك، ها يا رب اصير غني. لا حبيبي، في ناس هنا كلنا مع بعض، اوكي ندعي لبعض، كلنا ندعي لبعض. اني ربي اغفر لوالدي، ربي وفقني في دنياي في اخرتي، اللهم اسألك الجنة وعذبك من النار، اللهم اسألكم خير ما سألك من عبدك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. يعني الأدعية كثيرة، ما عليك زني عبد، كل ما تشتهي بدعي لك من غير ما تطلب، ادعي فيه لا وحرص على أدعية الآخرة. أي والله، أي والله، والله أنا بعد مشكلتي أني أركز في أدعية الدنيا أحيانا وأنسى الآخرة. بالنسبة يا شيخ للشخص اللي يحس أن ذنوبه كثيرة وأن يعني إيش الفائدة، أنا هل أصلي، هل أصلي صلاة وأنقطع، إيش وضع هذا الإنسان؟ هذا من الشيطان، الإنسان يوسوس للشيطان هكذا، ذنوبك كثيرة، ما لك توبة، أنت ما تستحي، أنت كذا، أنت أصلاً داش النار، داش النار، فلماذا تفعل هذا؟ كله كائن الشيطان، هذا وساوس الشيطان. بل الإنسان دائماً يراجع نفسه ويتوب إلى الله تبارك وتعالى. وما أجمل ذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أذنب، الله يسعدك يا ميل، الله يتقبل، قال اللهم إني أذنبت ذنبا، اللهم اغفر لي، الله يتقبل منك يا رب، أذنب عبدي ذنبا وعرف أن له ربا يغفر الذنب ويقبل التوب فإني قد غفرت له. قال فمكث ما شاء الله له أن يمكث، ثم أذنب الثانية فقال اللهم إني أذنبت ذنبا، اللهم اغفر لي، فقال الله أذنب عبدي ذنبا وعرف أن له ربا يغفر الذنب ويقبل التوب فإني قد غفرت له. قال ثم مكث ما شاء الله له أن يمكث، ثم أذنب الثالثة فقال اللهم إني أذنبت ذنبا، اللهم اغفر لي، قال أذنب عبدي ذنبا وعرف أن له ربا يغفر الذنب ويقول فإني قد غفرت له ما دام على الله. لا إله إلا الله. فالإنسان يستمر بالتوبة والله يغفر سبحانه وتعالى. يا سلام يا سلام. الله يجزاك خير يا شيخ، الله يحفظك ويبارك فيك، الله يعطيك العافية، الله يجزاك الخير، يبارك فيك ويجزاك الخير. والله لو ما عندي رحلة وأدري إن ما عندك شغل ودي ما أطلع، أبي بس أجلس أسمع، الله أبيك تسولف وتقول وأنا بس. متى رحلتك؟ رحلتي الساعة 3. لا إله إلا الله. فاحنا الان بالكويت يا جماعه، فوالله جيت فقط عشان الموضوع هذا، والحمد لله يعني ان شاء الله انكم استفدتوا. الله يحفظك، الله يحفظك، لا استفدنا، استفدنا، الله يبارك فيك، الله يجزاك خير، الله يحفظك. داخليا لازم تعرف ان الكلام هذا ليس مجامله، الله يحفظك، انما حقيقه، انا مبسوط. الله يا احمد، احمد احمد يحب الشيخ هذا حب والله العظيم ما ما يعلم فيه الا الله، يعني حتى برا، برا المقاطع، برا البث يتكلم عنه. الله يجزاك خير، بارك فيك، اشكرك على كل اللي قدمته وشكرا كلامك الطيب والله، يعني الله يحفظكم ويبارك فيكم وينفع بكم وينفع باللي متى يتابعونك، واسال الله يوفقهم جميعا. يا رب زين تجي مليون دولار ما حدا يحسب، امين يا رب. اللهم امين. وصلنا لنهايه الحلقه، نبغى دنيا واخره كلها. اتمنى انكم استمتعتوا، ما بنطلب منكم لا لايك ولا بنطلب منكم اشتراك، بنطلب منكم صلي على النبي محمد عليه الصلاه والسلام. اللهم صل على سيدنا. ودعناكم رب العباد، روابط حسابات الشيخ تحصلونها تحت، تابعوه اذا تبون الخير والفائده. الله يسعدكم، وفي امان الكريم، ويسعدك يا احمد على تعبك وعلى تصويرك للمقطع المفيد والجميل جدا هذا. يا جماعة متجر باور تلاقون فيها الجميع، الجيرزيات والهوديات وأشياء كثيرة ما ذكرناها لكم، يمديك تدخل على المتجر، الرابط تحت بالوصف، أو يمديك تضغط برضو على الشاشة، واللي أهم من كذا كود BWR يمكن تحصل خصم، يمكن تحصل عروض ما ندري، وأهم شيء نبغى نلبس زي بعض.